بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بحضراتكم في لويدا فورم. لويدا فورم اللي بيعقد على هامش مؤتمر الكريدو. إن كان حد من حضراتكم حضر مؤتمر الكريدو. مؤتمر الكريدو كان بالتعاون مع هارفارد ميديكال سكول، جامعة هارفارد. والحقيقة كان مؤتمر ممتاز، لكن احنا بنعتبر ان المؤتمر اللي تم ده انترودكشن للمؤتمر بتاع السنه اللي جايه ان شاء الله. احنا لسه لم يعلن هذا وما اتفقناش عليه، لكن ان شاء الله باذن الله تعالى المؤتمر هيكون السنه اللي جايه. يتكلم في صوت عالي مش عارف في معرض هنا. طب هدي صوت بس تسمعوني. إن شاء الله بإذن الله تعالى المؤتمر السنة اللي جاية حيكون فيزيكال كونفرنس، حيبقى فيس تو فيس كونفرنس، وحيعقد في مصر في نفس الموعد بإذن الله تعالى. بقول إحنا لسه ما خلصناش الأجريمنت ده، لكن ده المقترح إن إحنا هنعمله في أوائل 11 سنة 2021، نفس الموعد ده تقريبا، وهيتعمل في مصر، الأغلب الأعم إنه في الأقصر. ونأمل إن شاء الله إنه يكون يعني مؤتمر مفيد. الحقيقة يعني دعوني أقول إن المؤتمر السنة دي، إحنا مش بنعمل حاجة غير بنحضر مؤتمرات طول الوقت يعني، لكن 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 الحقيقة علميا على الأقل، أنا بتكلم عن المستوى العلمي، الميتنج اللي كان موجود والديسكشنز اللي حصلت فيه من أعلى الميتينج دي اللي أنا شفتها طوال الفترة اللي أنا بشوفها فعلا، يعني كان فعلا متميز. طبعا التميز هنا الحقيقة السبب الأساسي فيه هو وجود جامعة هارفارد. جامعة هارفارد في الآخر عندهم ميزتين مش متوفرين عندنا ولا عندي يمكن حد تاني كتير، إن هو لما بيقول عايزين نتكلم في الموضوع الفلاني يقول ده يتكلم فيه فلان، مش لازم من عنده، من أي حتة، ده هيتكلم فيه فلان، الموضوع ده يتكلم في فلان، يعني هم بالتحديد عارف مين اللي بيتكلم في انهي موضوع من التوب ليفل. الحاجة الثانية اللي مفيدة بالنسبة لهم انه ما فيش واحد، انا عملت معاهم مع الناس دول حوالي 15 17 ربما 20 والله اجتماع قبل في الثلاث شهور السابقة للمؤتمر، كنا يعني بمعدل مرتين في الاسبوع على الاقل، ما في اجتماع بيقل عن ساعة، وفي أغلب الأحوال بيوصل ساعتين. إحنا في continuous meetings علشان نرتب كل صغيرة وكبيرة، واخدين الموضوع بجدية شديدة جدا جدا. فاللي أنا عايز أقوله، اللي أنا كنت وصلت له، إنه الناس دول بيتخيروا مين اللي يتكلم في الموضوع من التوب ليفل على مستوى العالم، وبعدين ما فيش حد بيكلموه، ولا واحد تم اقتراح اسمه. مناقشة ضيقة اللي احنا بنعملها وقالوا لنا ده اعتذر او قال مش فاضي او قال عندي شو، ابدا ابدا. طبعا ده علشان اسم جامعة هارفارد، وانت ان هارفارد دي اللي بتعمل ده، فكل الناس اللي بيقترح اسميها فورا في التو واللحظة بتيجي وتلتحق بالمؤتمر. فالمؤتمر الحقيقة كان ناجح بكل المقاييس، مؤكد احنا تعلمنا واستفدنا كثيرا. من المؤكد لما يبقوا الناس معانا فيس تو فيس هتبقى الفايدة أحسن، لأن هيبقى عندنا فرصة إن إحنا نقعد مع الناس ونعمل ديسكشنز، وجايز نعمل ميتنج صغيرة مع الناس نبقى إحنا موجودين في وسطها ونقدر نسأل الناس وندردش معاهم. إنما الحقيقة الميتنج علميا بقول مرة أخرى إنه كان شديد التميز. فعلى هامش المؤتمر ده أو بالتوازي معاه، إحنا بنعمل الميتنج ده، بنناقش المحاضرة اللي أنا هقولها دلوقتي هي اللي نديتها أثناء المؤتمر هناك، هقولها لحضراتكم ونتناقش فيها على كل الأحوال إن كان في شيء أي يستحق المناقشة. الزملاء كلهم من المؤكد إن كل زملائنا اللي حضروا المؤتمر بيستفيدوا من وجودهم في المؤتمر استفادة كبيرة، أنا متأكد. نأمل إن شاء الله إن السنة الجاية زي ما بيقولي يبقى المؤتمر عندنا فيس تو فيس. نأمل إن شاء الله، أو نتوقع دلوقتي المفروض إن اللقاحات هتكون يعني بدأت تشتغل ربما من أوائل السنة، فنأمل إنه على نص السنة إن شاء الله تكون المشكلة إلى حد ما بدأت تنقضي. هذا يعني ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى.
حتى لو ما كانتش وصلت عندنا فعلى الأقل هيكون حصل أبورشن maybe. فربما في شهر 11 اللي جاي يبقى مفتوح ونستطيع إن إحنا نعمل ميتنج بشكل ده. المؤتمر بتاع النهاردة إحنا بنشكر شركات الأدوية اللي شاركت معانا في مؤتمر النهاردة، ومعمول فيس تو فيس لعدد صغير من الناس، لكن يعني تجربة إن إحنا نبدأ في عمل المؤتمرات الفيزيكال ميتينجز اللي فيها. إحنا سعداء بنشوف حضراتكم وعدد من الأصدقاء والزملاء اللي إحنا يعني افتقدنا خلال الفترة اللي فاتت، يعني التواجد والتواصل مع أحبابنا وأصدقائنا اللي إحنا بنحب نشوفهم باستمرار. فإن شاء الله المؤتمر دلوقتي اللي هيتم النهاردة وبكرة والبرنامج العلمي مع حضراتكم موجود، نأمل إن شاء الله إنه يكون مؤتمر مفيد وإن إحنا نستطيع إن إحنا نقدم فيه بعض ما توصلنا إليه. وإن كان في أي أسئلة أو مناقشات من فضلكم، إحنا بنستهدف من هذه الميتينج إنها تبقى فور ديسكشن إنتراكتيف، يعني يا ريت حضراتكم ننتهز فرصة إن إحنا عددنا صغير وكل اللي عنده سؤال أو عنده شيء يسأله ويقوله لنا. كان دكتور مصباح عنده كومنت عشان نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أستاذ دكتور عادل. الحياة باسمي طبعا ما قلتش ان المؤتمر ده لسيد الدكتور مصباح كاملا لوحده الحقيقه، يعني لم يساعده احد مني، يعني كل واحد يديله مسؤولياته، لكن الدكتور مصباح هو الذي قام على ترتيب هذا المؤتمر من اوله لاخره بمفرده، هو يستحق مننا الشكر والتقدير يعني على هذا. الله يخليك دكتور عادل. الحمد لله رب العالمين. استطرادا بعد ان انا احيي حضراتكم وارحب باساتذتنا الكرام من جامعه عين شمس والزقازيق واسيوط والفيوم وبني سويف، كانوا برضو نصهم اعضاء في الجمعيه، فبرضو اللي من خارج الجمعيه عين شمس والزقازيق احنا بنرحب بيهم ترحيب خاص انهم تحملوا مشقه السفر. النقطة الإيجابية اللي أنا عايز أنوه عليها إنه هذه الفترة اللي فاتت اللي تعاملنا فيها مع هارفارد، في ناس لها مآخذ على هارفارد بشكل أو بآخر، إنما هي مؤسسة علمية محترمة أيا كانت الخلفيات اللي وراء ذلك، إنما هي مؤسسة علمية محترمة. ولكم أن تفخروا إنه الأبر إيجيبت دايبيتس أسوسيشن أصبحت لها مكان عند هؤلاء الناس دلوقتي في الميدل إيست، للاحترافية اللي حصلت والتعاون اللي حصل وجهد اللي بذله. الحقيقة دكتور عادل أنا يعني إحنا مش عادين عشان نشكر في بعض، ولكن الدكتور عادل بذل جهد شديد جدا لا يتناسب مع الإمكانيات الصحية ربنا يديله طول العمر والسن ده، إنما كان فعلا بيقعد في الاجتماعات بشكل أو بآخر بطريقة متواصلة. إحنا كسبنا أشياء كتيرة، والمحتوى العلمي الزملاء اللي شاركوا فيه سواء متحدثين أو مستمعين أحسوا بهذا الفارق اللي إحنا بنطمح بعد كده إن شاء الله أنه يستمر. لقانا النهاردة وبكرة هو زي ما قال الدكتور عادل هو استمرارية مرتبط بالبرنامج العلمي اللي حصل. انتوا هتلاقوا يمكن حد يكون ليه ملاحظة انه المحتوى العلمي بتاع البرنامج بتاع النهاردة وبكرة اقل من محتوى البروموشن بتاع الشركات، لانه اصلا محتوى العلمي احنا خدناه في هارفارد، احنا بس حبينا نذكر باهم ما كان فيه النهاردة وبكرة، وده كان امتداد للتنسيق اللي حصل مع الكريدو. أنا مرة أخرى بحيي حضراتكم وبنسعد أنه لازم الزملاء في الأبر إيجيبت كلها من أول الفيوم والغاية أسوان اللي تعودوا كل سنة أن احنا نتواجد وهيستمر النشاط إن شاء الله. ومرة أخرى أهلا وسهلا بكم.